تيتا وينه جدي؟ ابني جدك أخذ على خاطره، إذا بدك احكي معه كلمتين صالحه. نحن صرنا جاهزين. إيه؟ أبي وأخي عمران وينهم لهلأ؟ إيه والله هيك رح نتأخر، يعني صح رايحين على بيت رفيف بس ما هيك عيب نتأخر. يعني قصدي البنت عاشت معنا، اللي هيك عادي أخذنا وش على بعض. ها؟ إجا البابا. جدي؟ أنت جاي مو هيك؟ كرم تعال نقعد شوي ليوصل خالك عمران، بدنا نحكي ونتفاهم. ما في شي نتفاهم عليه جدي، يلا رح نتأخر على الجماعة. خير إن شاء الله. لوين مشواركم؟ مو مشوار، رايحين نطلب رفيف لكرم. يا خال لحقت على الوقت. لو تعرف قديش بحبه لأبوك يا مراد، بضعف كتير قدامه، بس المشكلة إنه هو ما بيستاهل كل هالحب. سامحني يا ابني. ما حدا رح يروح لمحل، اعتبروا الخطبة التغت، أنا ما سمحت لكم. ليش مين طلب الإذن منك خالي؟ نحن أخذنا القرار وبدنا نروح. كرم، إذا أنا قلت لا يعني لا. كرم اسمع الكلمة واحترم الأكبر منك، معه حق. جدي هو شو دخله؟ ما بقى عنده حق يتدخل بحياتي. يا أولاد كرمال الله اهدوا شوي، طيب عدوا وتفاهموا. على شو بدنا نتفاهم أمي؟ ما في شيء نحكى فيه منوب. عمران أنا سمحت لابني. أنت شو مشكلتك عمران؟ ما فهمت ليش لحتى ما تسمح له بالخطبة؟ الاثنين بيحبوا بعضهم، أنت شو دخلك؟ برجع بقول أني ما بسمح له. أنا خاله الكبير وبدنا نروح وما عندي مشكلة أبداً. أخي أنت لا تتدخل، خليك على جنب. يا أولاد كرمال الله لا تتخانقوا، اهدوا شوي. كرم قلت لك ممنوع تروح. تركني خالي. بكفي. نعمة خانوم اتصلي بسلطانة خانوم واعتذري والغي هالموعد. هيك لك كان جدي؟ كتير وقفت جنبي، شكراً. خلاص ما عاد حدا يجي معي، أنا بدي روح لحالي. كرم ابني انتظرني. مريم عدي مكانك، لا أنا ولا خالك موافقين على هالخطبة، ما في تروح. ما حدا بهالعيلة بيقدر يمنعني عن قراري، وبالأخص أنت خالي ما بتقدر توقف بطريقي. رح ضل مخبي أبوك بقلبي ورح أتقبل حياتي وكملها من غيره. رفيف ممكن تجي بنتي؟ لما رح أحملك بإيدي وأطلع بعيونك رح أتذكر عيون أبوك، لأنه أكيد رح تشبهه، عيونه اللي حبيتهم وحلمت فيهم بلا أمل. بس أنت رح تعوضني عن كل هالقهر هاد. أنا لازم كمل حياتي كرمالك لألك. بحبك كتير يا ابني. لك بس فهموني كيف بتعملوا هيك شيء. يا عمري هو اللي أصر علينا، يعني كرمال ما يروح لحاله بدون أهل عملنا هيك، ما قدرنا نقول له لا. كيف ما قدرتوا تقولوا له لا؟ طبعا بدكم تقولوا له لا. أمي رفيف حاملة ابني ببطنه. لا تعصب يا روحي أنت روق. أنت ما عم تبالغ شوي عمران؟ أخي لو سمحت لا تتدخل. ليش؟ مو أنا كمان خاله لكرم؟ الاثنين بيحبوا بعضهم، أنت شو دخلك؟ ما عم أفهم هالشي، ما بيخصك. طيب أنا قلت اللي عندي
هذا كل شيء. ما بيتغير. يعقوب، عمران هو بمقام أبوه لكرم، فهمت؟ وإذا هو رفض هالزواج من البنت ما بيصير. عمران دائما صاحب الحق. طبعا حبيبي. عمران من بعدي هو المسؤول عن كل شيء بهالبيت، وإذا هو بيقول لا بيكون على حق. شكرا. تعي معي. أنا رح أفتح. مساء الخير. أهلين فيك يا ابني. أهلك ما أجوا؟ بصراحة أجيت لحالي. مرحبا رفيف. مرحبا، فوت تفضل. تفضل. بروح بخرب كل شيء. شو صاير لك عمران؟ عود واهدى شوي. جلال، هي الخطبة لعلاك ما لازم تصير ابدا. فهمان عليك، مسروق شوي. خليك انت العاقل بقى. كرم شب ودمه فاير، وبتعرف كلنا مرقنا بهالمرحلة. إذا بقيت معصب، حتى لو كان كرم ما بده غير رأيه، جكارة فيك رح يتزوجها. وانت شفت بعينك عمران، حتى أبوك قال لا، ومدام زياد بيك قال لا، صدقني كرم رح يتراجع. وانت رد مرة تانية بتحاول مع رفيف، وحتى لو ما رضيت هلأ بتضل بتحاول ليمشي الحال. بس هلأ العصبية ما بتفيد شي. أهلي مقتنعين إنه أخذنا هالقرار بسرعة شوي، طبعا لأنه هن مو شايفين قدين إحنا متأكدين من هالخطوة. مو هيك رفيف؟ خير إن شاء الله. يسعد مساكي. مساء الخير خالي. خالك اللي بيطلب لك البنت مو الأولاد الصغار. شكرا كتير خالي. شكرا مرت خالي. هذا واجبنا. يلا لشوف، خلونا نطلب العروس. مرحبا، كيفك رفيف؟ مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا نازلي. اهلين. يا اهلين. اهلين فيك. اهلا وسهلا. مكسور خاطره، ضايقت على كرم كتير، مو حلوه بحقنا. كرم تخطى الحد على الاخر، لسانه طولان كتير، يصطفل منه لحاله. حبه للبنت، شو صار؟ وين العيب؟ بعدين شو نسيت ايام شبابك؟ انا ما بتذكر، كسرت كلمة أبي وأهلي أبداً. وقت كنت عم ابني حياتي تزوجت من البنت اللي قبلوا هنن فيها، يعني تزوجتك إلك. ما بعرف، أنا قلبي ما نو مرتاح أبداً. نعمت خانم، ما بدي عيد بنوب بتحاولي تقنعيه له. لازم يترك هالبنت بأي شكل، وإلا هو بيعرف شو رح يكون عقابي له. العرسان طلعوا متفقين لحالهم على موعد الطلبة.
ايه والله ان شاء الله الله يوفقهم. ايوه معناه سبب زيارتنا صار واضح. حياتي ليش هالعجلة؟ نشرب قهوتنا بالأول. أنا قررت غير قوانين الطلبة لهي السنة، بالأول نطلب وبعدين القهوة لحتى تكون احتفالية. سلطاني خانم، نحن جايين نطلب إيد بنتكن على سنة الله ورسوله لكرم ابن أختي. نحن منتشرف فيكن وعندك الجواب. مثل ما بتعرفوا هنن أصلاً متفقين بين بعض، ونحن ما منقدر غير نكون جنبهم طبعاً. أنتوا بتشرفونا. ألف مبروك وبالتمام على خير، وعقبال أختها نفرح منها كمان. شوفوا، كونوا قد مسؤولية هالقرار. أنا ما بدي أخركن أكتر من هيك، بس بعرف بيقولوا اللي بيلبسوا المحابس بهالطريقة بيتوفقوا أكتر، وإن شاء الله حياتكن كلها خير. وهلأ كرم هاي العروس صارت أمانة برقبتك يا أبني، الله يوفقك. إيه كرم ليش واقف؟ يلا بوس خطيبتك. ألف مبروك، تتهنوا. مبروك ابن أختي. شكرا خالي. مبروك. مبروك. مبروك تتهنوا. حبيبتي مبروك. يا عروس ألف مبروك، والله يخليكم لبعض طول العمر. مبروك. برأيي نعمل حفلة الخطبة بأقرب وقت. طبعاً أكيد، إذا سلطاني خانم ما عنده مانع نحن جاهزين. طبعاً ليش لا، ما في داعي ننتظر. ونحن عشنا قصة حب وكنا متحمسين، شهرين تجوزنا. كرام، إذا بتحب احكي مع أمك بالأول. إذا أنتم موافقين خلاص أهلي بيوافقوا، لا تقلقي. رفيف، أنت شو رأيك بنتي؟ يعني هذا التوقيع مو إليك؟ بلا توقيعي، بس أنا مو موقعة على هاي الورقة. أنت وعم توقعي على الوراق لما كنا بالمستشفى، يمكن عمران كان حاطت الورقة وأنت ما انتبهتي. وأنا موافقة نعملها بأسرع وقت. بكفي بقى. ما عم تفهم، بكفي، تركني وشيلني من تفكيرك وحياتك. اختي ممكن نحكي شوي مع بعض؟ تمام، شوفي. اليوم كانت خطبتك، بس أنتي متأكدة من مشاعرك مو هيك؟ شو قصدك نزلي؟ طبعاً متأكدة، بس كل الوقت كنت عم راقبك، ما كان شكلك مبسوطة بهالخطبة. نزلي خلص أختي، أنا تعبانة وهذا الحكي هلأ مو وقته. لا وقته، أنتي بتحبي لأخي عمران، لو سمحتي بطلي. أنتي بتحبي عمران، ليش لا توافقي على كرم؟ وعمران بيحبك. ما بيحب غير حاله. شو انتي نسيتي شو اللي عمله معنا؟ وشو عمل بمحمود كرمالك؟ هو كل همه البيبي نزلي. هو معتبرني مثل اخته، وانا عن جد حبيته. نزلي قلتلك لا خلص. ما فيكي تقنعيني ابدا انك ما بتحبي لعمران، لا تكذبي علي، انا اختك وبعرفك. واذا بحبه شو بيغير نزلي؟ ما رح يفرق شي، لانه عمران ما بيهمه. شفتي انه بتحبيه؟ قلتيها بعضمة لسانك. يا نزلي، عمران كل همه ياخد البيبي مني،
فهمتي؟ وكرمال انه ياخد ابنه كذب علي وما فرق معه، رح يضل يكذب وما رح يهمه اي شيء، بس انا ما رح اتخلى عن البيبي لو شو ما صار، وما عاد اسمح له لا يلعب بمشاعري ولا يضحك علي، مفهوم؟ فتحي لي مخك. ألف مبروك كرم، أنا رح أسبقكم، وأنتوا لا تطولوا برا، فوتوا بسرعة. إيه؟ خالي، أنت الوحيد يلي ما تخليت عني بهاليوم، قد ما تشكرتك قليل على موقفك معي. هذا واجبي، أنت مثل ابني، وأنا ماني مثل خالك عمران قاسي ومناخيري بالسماء، مقدر موقفك. عمران كل همه أنه كلمته هي اللي تمشي، عنيد وراسه يابس، هيك طبعه. هو مشكلته معي مو هيك أبداً خالي. شو يعني؟ بعد كل شي عمله معك عم تدافع عنه؟ هو ما وافق على رفيف لأنه بيحبها. ها؟ امبارح تأكدت من القصة، بيحب رفيف، هي الأم الحقيقية للبيبي اللي حاملته. شو عم تحكي؟ رفيف هي بتكون الأم الحقيقية للبيبي؟ اي خالي. يا الله دخيلك على هالفضيحة، عمران شو مخبص ونحن ما عندنا خبر بنوب؟ يلا لشوف احكي لي القصة من البداية. أنا عرفت كل شيء، ما بعرف شو صار لها حتى أخذوا بويضات رفيف وطلعوا مرت خالي من القصة، وكمان خبوا عن رفيف إنه هي الأم الحقيقية وما حكوا لها. رفيف وقت عرفت انهارت، بس الحمد لله أنا كنت جنبها. العمى العمى، عرفت شو السبب هلأ؟ خالي عمران بده يطلق مرته ديما ولاحق رفيف بده يتزوجها، بس رفيف رفضت واختارتني إلي، ومع هيك هو ما رح يستسلم، أنا بعرفه. خالي عمران حقيقته مو مثل ما منعرفها، سيء وأناني كتير. أهلين يا عمري، أكل ولا تفطر معنا؟ مالي جوعان أمي، إن شاء الله صحتين وهنا. خبري أسير تجهز لي تيابي، بدي أخذهم معي، بدي انتقل على بيت الجبل. ليش يا قلبي؟ أمي أنا وديما هلأ عم نتطلق، مو حلو ضل بالبيت. من وين طلعت بهالقرار؟ فكرتوا أنتوا الاثنين بالأول؟ بابا صار لنا فترة مو مناح، وأنت بتعرف حاولنا كتير مو زبطة. خالي حابب أبوس إيدك مرة تانية، لأنك الوحيد اللي ما تركتني. حبيب قلبي، امبارح قرينا الفاتحة وخطبنا أنا ورفيف، خالي يعقوب اللي طلب إيده. ما سمعت. طلبت رفيف لابن أختي، في غلط شي؟ أنا ما منعت هاي الخطبة إنه تصير. ايه وصارت خلاص، قريت فاتحتي وخطبنا ومشي الحال. كرم ابني انت شو عم تقول؟ كرم ممكن تهدى ونقعد نحكي؟ كرم تخطيت حدودك المفروضة على الآخر، كسرت كلمة الكبارية ورحت خطبت البنت. نحن مبارح المساء أنا وخالك شو حكينا معك؟ ها؟ ما عاد بدي أحكي معكم أكثر من هيك، وخطبتنا ما رح تكون هون. هالخطبة ما رح تصير لا بهالبيت ولا بمحل تاني. بدها تصير ورح تشوف. شو هالتصرف اللي عملته أخي؟ كنت واقف جنب ابن أختي عمران. مين قال إنه نحن تخلينا عن كرم؟ برأيك هذا الصح؟ شو رأيك أنت؟ أخي خلصنا بقى عمران، لإمتى هاي الأنانية تبعك؟ لك شو بتعرف عن طبعه لكرم وشو طريقة تفكيره لتساعده بهالقصة؟ ها؟ يعقوب نحن مو موافقين على هالزواج، بكفي. رفيف برأيي رجعي احكي مع كرم، حاسة انكم استعجلتوا بقصة الخطبة بنتي. امي انا بفضل نعملها بأسرع وقت ومنعملها على قدنا.
جدي؟ شو بدك؟ فينا نحكي شوي مع بعض؟ رجع عقلك لراسك لتحكي معي. أنا عملت شي مرة غلط بحياتي أو بدون إذنك جدي؟ قلي خجلت مني شي يوم؟ إذا قلت إيه بكون عم بكذب عليك وعلى حالي لك ابني. بس هلأ ماني متأكد. جدي، أنتو اللي ربيتوني، ومنك تعلمت إني فكر منيح وآخذ القرار الصح، وتعلمت من خالي عمرانكم محترم. بس هلأ خالي ما عم يتصرف صح معي ابنه، ما عم يحترم قراراتي وبيضل يعترض. أنا صرت كبير وما بيهمني رأيه بحياتي، لأنه أنا عن جد بحب رفيف. جدي ابني ليه؟ جدي أنا أبي مانو موجود ومالي غيرك، وكان في خالي عمران، بس هلأ هو دار لي ظهره ونسيني. لا تعمل مثله جدي، لأنه إذا عملت هيك بصير إنسان مقطوع من شجرة. يعني ما كنا نخلص من قصة هالخطبة بقى؟ أصلاً مو ناقصك مشاكل مع أبوك. اسمعي شو بدي قلك. كرم حكالي مبارح رفيف طلعت هي الأم الحقيقية للبيبي اللي ببطنها، وعمران بيحبها كتير للبنت. وصلت الفكرة؟ مو معقول. روح احكي هالكلام لأبوك، ما بقى بيطلع بوش عمران طول عمره. مستحيل. شكراً. إذا عرف إنه رفيف هي أم حفيده الحقيقية ما بقى رح يسمح لكرم إنه يتزوج أبداً. خليني استمتع إنه عمران قلبه محروق وكل شي بيجي بوقته. لا تجيب السيرة لحدا. يعطيكم العافية. الله يقدم اللي فيه الخير يا بنتي. أهلا وسهلا زياد بك. أهلين فيكي سلطانة خانم. بعد إذنك حابب أحكي شوي مع بنتي رفيف. إيه طبعا، أصلا أنا هلأ عندي شغل برا بالحديقة. تفضل زياد بك. رفيف يا بنتي، صحيح ما قلنا زمان متعرفين على بعض، دخلتي على بيتي وحطيتك بعيوني وما شفت منك إلا كل منيح وكل الخير، والله شاهد. اللي ببطنك بيكون حفيدي، ومن وراه رجعتي لي الروح. هاي هي حكمة رب العالمين. تحملتي أنتي. بس قصة كرام والخطبة ما عم بقدر أتقبلها لا بحلال ولا بحرام. بس زياد بيك أنا حكيت مع كرام بالأول، وهو قال إنه بيحبك وبده إياكي. أنا متأكد منه، بس بهمني أخذ رأيك أنت كمان يا بنتي. هو شاب صغير وممكن ياخد قرار غلط بطيش. هلا انا بدي اسمع جوابك انتي. انتي متأكدة انك بدك تكوني معه؟ يعني جاهزة لتتزوجي من ابن بنتي؟ جاهزة. متأكدة؟ متأكدة زياد بيك. خلاص أنا وصلني جوابك.
بتمنى لك كل الخير يا بنتي. شكرا. بابا تفضل عود. يا ابني يا عمران، لازم نحكي بموضوع كرم. وشو بدك يانا نحكي بابا؟ ليك ابني، انا حكيت مع كرم ورحت وحكيت مع رفيف، الاثنين بدهن بعض. بعرف القصة مو سهلة عليك. رفيف هلأ حاملة أمانتكن ببطنه. بابا اللي ببطنه لرفيف ماله أمانتنا. البيبي أمه الحقيقية رفيف. أنت شو عم تقول؟ كيف بتحكي هيك؟ حتى رفيف ما كانت بتعرف. بالمستشفى استخدموا بويضات رفيف بدون موافقتها. يعني أمه للبيبي الحقيقية بتكون رفيف بابا. أنا من فترة اللي عرفت. مين بتجرأ يعمل هيك شيء؟ اللي مين عمران؟ مين؟ لا تكون أمك؟ لأنه ديما ما بتسمح يصير هيك شيء، وأنا بعرفها منيح. بابا مرحبا، حطوهن هنيك شباب. شو هدون كرم؟ شوية أغراض لحفلة الخطبة رفيف، خلاص رح نعملها اليوم. كيف يعني اليوم؟ ايه بس بتذكر نحن اتفقنا تصير بكرة المساء، ليش كل هالعجلة يا ابني؟ مو مشكلة، ما رح يكون غير رفقاتي المقربين وخالي يعقوب وعيلته وبس. كرم ليك، أنا بعرف إنه الكل ما طرد على خطبتنا، ما تستعجل هالقد ماشي؟ يعني ما بدي اياك تنزع علاقتك باهلك وكون انا السبب. رفيف تذكري وعدي الك، مستعد وقف بوش كل العالم، بس مستحيل اتخلى عنك واتركك لوحدك، وانت كمان لا تتركيني لوحدي. ديما انتي وين كنتي؟ شوفي شو الموضوع؟ ولا شي، بس عمران مبارح ضب اغراضه وراح، قال انتو اخدتوا قرار تتطلقوا. وانتي امتى بدك تنتقلي؟ ما رح انتقل لمكان شكران، ونحن ما رح نتطلق. بس عمران هو اللي حكى، حتى كان بابا زياد موجود وقال لقدام الكل انه بدكن تتطلقوا. طبعا بعده شاب بتف نفسه عن النسوة. لك شكران، انتي روح قلبك تسمعي كلام مأذي. تمام حبيبتي لا تعصبي، ما حكيت شي. اصلا بابا زياد مبارح نسي موضوع طلاقكن، وكان همه كرم لانه مبارح رحنا طلبنا له رفيف. شو يعني لازم نترك الولد لحاله؟ بكفي انه يتيم. كيف يعني؟ قريتوا الفاتحه الرسمي؟ كنتوا انتوا موجودين؟ ايه، والمسا الحفله. لا أهلين جدي. كرم تعال البيت فوراً.
نعمت خانم، نعمت خانم. شوفي زياد بيك، خير طمني. كل شي صار انتي رح تحكي لي اياه بالتفصيل. شو صاير؟ امه للولد الحقيقية هي رفيف، مزبوط؟ امتى كنتي رح تخبريني؟ ها؟ امتى؟ يا رب دخيلك، من وين جبت هالحكي زياد بيك؟ استغفر الله. لا تكذبي علي، كيف بتتجرأي تعملي هالمصيبة؟ وما همك تاخدي رأي ديما أو أي حدا فينا؟ بدي أفهم كيف عم تعملي هيك شيء؟ كرمال يصير عنا حفيد عملت هيك، الدكتور قال ما في حل تاني. مثل هذا العيب لحد اليوم لا سمعت ولا شفت مثله أبدا. قلت عنك مرتي ورفيقتي، وكنتي عندي سند هالبيت. شو عملتي انتي؟ رحتي ضيعتي كل عيلتي، حرقتيها ودمرتيها. يا عيب الشوم عليكي، شو كان بدك منا انتي؟ ها؟ كيف بدي ارجع ألم ولادي هلأ؟ يا ترى رح اقدر صلح هالغلطة؟ ها؟ احكي. كرم بيعرف بعملتك الوسخة هاي؟ بس عمران بحياته ما لمس ايده لرفيف. اعطيني شوية صبر يا ربي، خلي لي شوية عقلات البقيانين. زياد بيك بس اسمعني. شو لسه بدي اسمع منك؟ ها؟ انت لغيتي وجودي بهالبيت، وبغبائك حياة ابني انقلبت فوقاني تحتاني، وكمان هلا كرم عم يتدمر قدام عيونك. كيف بتعتبري حالك ام؟ كيف هيك بتدمري عيلتك؟ ضميرك لهي الدرجة بيطاوعي تعمل هيك؟ ما عندك إنسانية. زياد بيك طول بالك علي، روحي من هون، نقلعي من قدامي. جدي؟ شو صاير لتيتي؟ عد لشوف. كرم ما رح اسمح لك تتزوج رفيف، لا هلأ ولا بعدين. خالك عمران ما رح تنكسر كلمته. جدي بكفي بقى، أنا اليوم المساء عامل الخطبة، وإذا أجيت ولا ما أجيت ما بيهمني. عود مكانك. كرم، كرم. نعم بابا. عمران، كرم ما رح يتراجع ومصر على قراره. اعمل اي شيء لتمنعه، الخطبة اليوم المساء وبكره كتب الكتاب. لا تخاف بابا، انا بعرف كيف اتصرف معه، ولا يهمك. انت ليش انت من تختك؟ يلا روحي تسطحي. أختي شو رح تلبسي اليوم المساء؟ بلبس أي شيء. ما بقى عندك وقت كتير، شو بدك تلبسي؟ ما رح تعملي شعراتك؟ نزلي خلاص، لا تفكري بهالأمور، طلعي ارتاحي. يلا Ha ha.
عاجبك اللي عملتيه فينا؟ تفضلي، هي كرم ما راح يتخلى عن البنت وراح يخطبها. عمران بجهة وديما بجهة تانية، كل مين صاير بمطرح بسببك. أنا شو بدي أعمل فيكي ها؟ قليلي صدقني، أنا كل شي عملته كرمال مصلحته ولاد زياد بك، مو لينقذوا، ما ضل بقلبك شوية رحمة. أنا ما ضل عندي رحمة وما رح سامحك عليه. دمرتي كل العيلة، دمرتيها، لا بقى تأرجيني خلقتك. رفيف، تتصلي بكرم وبتخبري انك تراجعتي ومو موافقة. طلع لبرا لو سمحت عمران. رفيف ما بدي ارجع احكي. ما رح اتراجع. شوفي حالتك، انتي هيك عم تدمري حياتك وحياة كرم وهو مو ذنبه. عمران قلت لك طلع. ما بعرف مكان هالخطبة، بس رح أعرف وين وبوعدك ما رح خليها تصير. طلع من حياتي خلص، امشي.